يومه الثالث على التوالي ما زالت مسابقات الحصول على شهادة التعليم الأساسي تجرى في كافة المراكز على قدم وساق، بينما الروح المعنوية لدى المترشحين متباينة، حيث نرى بعضهم منسجمين ومتجاوبين مع الأسئلة المطروحة إليهم، غير أن هناك بعض من الإشكاليات التي طرأت الطلاب أثناء الامتحان، وذلك يرجع إلى ما مرت به السنة الدراسية لهذا العام على حد قولهم. يعني صوبات كي ما لقينا أكثر من صوبات كي ما لقينا من بدينا كده إذا في تاريخ ده بس أسوال لك رقم واحد وأسوال رقم أربعة شفت رقم نصر الله ما سولنا يعني ما ترى الآخر ما عندنا صوبات. توحدت ردود مسؤولي ورؤساء المراكز التي تجرى بها الامتحانات حول السؤال عن الصعوبات وسير الامتحان منذ بدايته وحتى الآن. كلكم ودوا ده في آخر ما عندنا مشكلة أي مشكلة شيء كل ما في لشان ال ديليجي انسبكتورات دول كلهم كده عندهم امبليكاسيون عام وقابل سو كده عديد سنتر نجيب نسينا والله كل شغل ما شاء الله ما يرام السكرتي كل سو بدريتم وعندنا السورفيان والانسيان كل قدم على بدريتم الهمة والإصرار في إنجاح سير الامتحانات أصبحت واضحة، فصالات التصحيح والسكرتارية بمختلف المراكز تعمل بصورة اعتيادية، فحظا موفقا لجميع المترشحين في الأراضي الوطنية.